للسعودية مبلغ مالي وتكاليف ليلة الزفاف مجانا لمن يتزوج فتاة تجاوزت 35 من عمرها. أقدم أحد ملاك قصور الأفراح بمحافظة القريات على تخصيص قصر مجانا لمن يرغب في الزواج من فتاة تجاوزت 35 عاما، بالإضافة إلى مبلغ مالي يسلم للعريس ليلة زفافه. في القريات، وكمان قال اللي راح يسوي زواجه في القصر وبيسكن في القريات راح يسكن على حسابه. شباب على القريات كلكم.